لما سنين العمر تروح توعى فينا الطفولة اسمات اللي بتحاكي الروح صاروا البسم الخجولة لما سنين القهر زين فينا نحكي؟ ليه عم بتقلقي انت وعم تحكي؟ خايفة تكون ردة فعلك سلبية. وليش تتكون سلبية؟ ولو؟ ما انت حبيبة عمري. لأني بعرف انك رح ترفض. ما دام عرفتيني رح ارفض، ليش عم تزعجيني؟ زين أنا ما بدي أحكي معك بموضوع الصبي. هاتي لنشوف. تحفيني. بدي نفتح صفحة جديدة. قلتي لي صفحة جديدة؟ بشرفي هيدي أهضب نكتة سمعتها اليوم. ميرسي حياتي. ميرسي لأنك ضحكتيني. زين، أنا عم بتعذب. هيدا المطلوب. ولإمتى رح نضلنا هيك؟ على القليلة عقد الفترة اللي كذبتي علي فيها. هيدا على القليلة. ارحمني زين، وحياة رودي ارحمني. صادقة. بس تأرحمك؟ هيدا الشيء أنا بقرره. أنت ما بتطلبي مني؟ أي طلبات تانية؟ تصبح على خير. رايحة تنامي يا برنسيس؟ يعطيك ألف عافية، عذبتك اليوم بطلباتي. يي وقعت القهوة حبيبتي. تعي نطفي ما توخزيني. بس بسيطة، بيقولوا كب القهوة خير، ما هيك؟
نور بتحبني؟ سابين أنا كثير معجب فيكي وصرت أحب أقعد معك أطول وقت ممكن، مع إنه بنختلف بأمور كثيرة بس طريقة تفكيري كثير بتعجبني. إنه قلك بحبك هلا أكون غلطان، مش لأنه ما بحبك، بس هالكلمة ما بتنزل زد في طريق، وإن شاء الله ما تكون طويلة لحتى أستحق أولى. شو محتال لأستحق؟ لا والله عن جد لازم أستحق أولى وقت أعرف إني قد هالكلمة، ولازم لما قلك إياها تبقى تسمعيها كل عمرك، وأنا بشوف إنه أي اثنين في قدامهم طريق طويل ليوصلوا ويقولوا هالكلمة. أنا ما عم طالب لتقلي بحبك، أنا عم طالب لتقلي شي بيوصل لهالكلمة حتى لو بعد وقت. ما كنت متوقع اشوفك اليوم مره تانية، وانا كمان ما كنت متوقع اني اقبل اطلع برات البيت، خاصه بعد اللي صار معي اليوم. شو اللي خليك تقبلي عزيمتي على العشاء؟ لاني جوعانه. ان شاء الله كل شيء عزوك استاذ نور. لو ما كان هيك بيجي دائما لعندكم. اهلا وسهلا فيك. فيني اعزبك بفواكه؟ كرام عينك. أنا دايما بجي على هالمحل، كتير الجو حلو. ما تلتفت ولا تعمل أي ردة فعل. كار من هون ومعه شخص. إيه شو يعني؟ عادي. حسيتك اتضايقت، بدك نمشي؟ لا أبداً. نور هون غلط إذا سلمت عليه؟ لا عادي سلمي عليه. طيب قرب معي. مسوار نور. أهلا كارم. كيفك نور؟ الحمد لله. كيفك سابين؟ منيحة منيحة كتير. بعرفكن على زين، صديقي من ايام الدراسة. اهلا وسهلا. تشرفنا. حضرتكم. تفضلوا قعدوا معنا. لا معلش، في بيني وبين زين شغل، وبعدين شخصين مخطوبين جديد، ما رح نقطع لهم اجواءهم الحلوة ونحكي بالشغل. على راحتكم. تشرفت بمعرفتك استاذ زين. وانا كمان استاذ نور. عن اذنكم. تفضلوا. بالاذن. العكس بلش. دي شو عم تفكر تعمل؟ ما بقى في داعي نخبي أكتر، ما عاد بيجوز علاقتنا تبقى بالسر، لازم خبر لكل العالم إنك حبيبتي. نور أنا بفضل إنه علاقتنا تبقى مخبية بعد. ما تنسى أنا كنت مجوزة طارق، ابن عمك وصاحبك وشريكك بالشركة. لما علاقتنا رح تصير بالعلن أهلك رح يعارضوا ورح يوقفوا بوجهك، رح تخسر طارق، وإذا خسرته شغلك رح يتأثر. أنت وياه عندكم شغل سوا، عم تستلموا مشاريع كتير كبيرة. علاقتنا صار عمرها 3 سنين، وكرمال هالموضوع صرنا مخبيين زيادة عن زوم. أنا متأكد إنه ما رح أخسر طارق، لأنك ما عدتي موجودة بحياته وما عاد يفكر فيكي. نور أنا خايفة. حبي إلك رح يمحي هيدا الخوف، لأنه ما في قوة بالدنيا ممكن تفرق بيناتنا طول ما نحن مآمنين ومتمسكين ومغرومين ببعض. حبيبي أنت. نور شو بك؟ ما رح أخبي عليك، كونك صرت تعرف اللي بيني وبينها كتير مضايق. طب عن جد بدك نمشي؟ أكيد لا، لأنه إذا مشيت رح تبين إنه مشيت كرمالها، وهي ما بتستاهل تعرف إنه أنا متضايق.
روق حبيبي روق. ما تطلعي فيهم وتصرفي عادي. اوكي. شو عبالك تاكلي؟ هون اكله كثير طيب، هلا بجيبوا لنا المنيو. من هلا بدك تنامي؟ في شيء ثاني في اعمله؟ كان جاي اخذ اللابتوب. يا ساعة بتوصل طيارة بيك بكرة؟ 10:30 الصبح. مين رح يجيبه؟ شوفر. تصبح على خير. طب الأهل. حياتي بليز ابتسم شوي، مش لازم تشوفك هيك زعلان. مش قادر اخبي. يا ريت في يشيل عنك. عم بتشيلي عني سابين، عم بتشيلي اكثر مما بتتخيلي. لو ما كنتي حدي ما كنت بعرف شو كان صار فيي. حياتي الله يخلي لي اياك. بعرف اني اناني بس تحمليني فيكي؟ لازم تلاقي لي غير صيغه لهيدا السؤال. لازم تسالني اذا بقدر اتحمل سعاده اني اكون خطيبتك وحبيبتك وحدك. شو عم تفكري؟ من كم شهر كنا قاعدين انا وياه هون. كان عيد ميلاده بدينا هيدي الساعة. كنا عم نفكر شو بدنا نعمل بحبنا حتى ما يبقى بالعتمة. خلص كارمن، طوي صفحة الماضي وفكري بحياة جديدة تعيشيها. كيف بدي افكر هيك وأنا حاملة ابنه؟ كيف؟ قلي كيف؟ تأخرت عليكي؟ كيف لك قلب تتأخر وتتركني مش شرط لك؟ عندك شك انه انا كمان اشتقت لك؟ نامي منيح. مرسي زين. بالعكس مرسي إلك. مرسي كتير لأنه كان يوم مختلف. أنت نزلتي لي من السما كارمن لأني كنت عن جد بحاجة لحدا أهرب لعنده من مشكلتي. سوء عملك أوكي؟ عندك مشكلة نلتقي بكرة كمان؟ يعني حاسة حالي لازم أقول لا، بس ما طالع عبالي أقولها. خلص لكن قولي لا ونشوف بعض. وهيك رح يصير. تصبح على خير. وانت من أهله. بعدك واعية؟ على أساس قلتي لي بدك تنامي. نمت وعيت أشرب. كيفك؟ مش كتير منيحة. صار معك شي؟ شفت نور مع سابين بالمطعم وكانوا كتير منسجمين. كارمن نور لازم يعرف إنك حبله. بليز نيلي خلينا أسكر هالموضوع، ما بدي أحكي فيه.
رح تضلك ساكت هيك؟ سابين، أنا ما عم فكر فيها، أنا عم فكر فيه وفيكي. أنا خايف أجرحك بيوم من الأيام بسبب هذا الموضوع. أنت مفكر إنه كارمن رح تضل بنفس الصورة الموجودة هلأ بقلبك؟ أنت حبيت وعطيت الثقة لإنسانة عن جد ما بتستاهلك. بالنتيجة كلنا منغلط، بس اوعى تخليها تأثر عليك وتقلب لك حياتك. أصلا كتير علي تعرف إنك عم تفكر فيها هالقد. شيلها من قلبك ومن حياتك ومن تفكيرك. ما تفقد إيمانك فيي وبالحب. خلينا نمشي، الوقت تأخر كتير. وين هالبنت لهلا؟ بونسوار ماما. قولي بونجور ماما. الساعة قطعت التلاتة بعد نص ليل وحضرتك بعدك برات البيت، وأنا ما قاعدة حالي بالزور على هالكنبية كرمال لحتى أنطرك. وليه ما فتي نمتي؟ نام؟ لك أنت بدك تجنيني؟ أنا كيف بدي نام وأنت بعدك برات البيت لحد هلا؟ ماما بعتقد إنك بتعرفي كتير منيح وين كنت وشو كنت عم بعمل. الدنيا ما خربت وتترتاح بعدلك. كنت مع خطيبة نور. هالشي بيكون مسموح لما بتكوني مرته ببيته، بس لما بتكوني ببيت أهلك مجبورة تحترمي هالبيت. قلتلك ماما الدنيا ما خربت. إيه والله والله، إذا خيك عرف إنك عم تتأخري لهالوقت ليشيل الدنيا وما يحطها. ماما بعتقد إنك برت على قصة نسمح لك وما نسمح لك هيدي. أنا خطيبته لنور وبحبه لنور، ويا ريت مناقشتنا اليومية اللي بتكون كلها حول هذا الموضوع بتصير بوقت تاني مناسب وأهدى. وأنت من أهله ماما. أكيد أكيد. لا طيب خلص بعدين نحكي، يلا باي. شو حياتي؟ بعدك لابسة ثيابك مبين. وأنت كمان مبين لابس بيجامتك، ما قلت لك شلحها؟ أمر عسكري يعني؟ بالقليلة. دخلك مع مين كنت عم تحكي؟ مع سارة. خير بهالشي؟ لا عادي، تليفون روتيني مش أكتر. كيفك وكيف صحتك؟ شو قصتك هلا عم تعمل مثل ولاد صغار؟ يلا خلصني فوت البوس تيابك، بدي اطلع اروح شي محل زهقت. انت بتعرفي قديه انا بحبك. ايه بعرف. وبتعرفي قديه انا بعرف قديه انت بتحبيني. ايه بعرف انك بتعرف. وبتعرفي كمان اني صرت حافظك عن الغايب. ما فهمت. كارمن. يعني شو فيه؟ اكيد مجمع حسام ونور ونيلي وساره والشله كلها لتعملي لي مفاجاه على عيدي. كيف عرفت؟ لانه حياتي صار لك 4 سنين بتعملي لي نفس السوربريز ومع نفس الشله وبنفس المطعم. سوري يعني، بس الحمار صار مفروض يعرف انك رح تعملي هيك. طب هلا بس روح اعمل حالك انك متفاجئ. بليز حبيبي بليز. قولي بعد بليز. بليز. طيب رح فوت البس بسرعه واعمل حالي متفاجئ كرمال احلى عيون. واو شو السربريز الحلوه. حياتي ما كنت متوقع هالشيء. عن جد راح قلبي قد ما تفاجئت. خلص بقى فوت البس بقى بلا سهالة. يلا
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Tariq. Happy birthday to you. شو كيف؟ فجأت منيح. يعني نص نص. شرط إنه طارق كان عارف. ليه عم تقولي هيك؟ لأنه أختك هيك، ما خرجة مفاجأة، ما بتعرف لا تكذب ولا تخبي. هاي. انعاد عليك. ميرسي. عبال المية. ميرسي. حسانو. كازن. هلا مفاجأة وتفاجئنا يا. كادو وين؟ بشرفك. هلا أنا مش أحلى كادو؟ يا ربي شو عمل لك؟ شو عمل لك لحتى بليني بهيك كادو؟ ممزح يا دي ما تزعلي. انت احلى هديه من عند ربي وانا بموت فيك. كيفنا اليوم؟ أنا اليوم كتير منيح. إن شاء الله كاليوم. جاي اليوم على الغداء؟ رايحة عند أهلك؟ لا بس حب أعزمك على الغداء إذا ما عندك مانع. يا عمي شو هالتغيير المفاجئ هيدا؟ أكيد ما عندي مانع. عظيم، لكن انطر مني تليفون تقول لك أي ساعة ووين. طيب وبخصوص الترويقة؟ أحلى ترويقة رح أحضر لك، قوم خد دوش والترويقة بتكون جاهزة. وبوسة صباح الخير. شو صاير اليوم؟ شو اللي منطره لهلا؟ قطيته رقمي ليحكيني. معقول ما بده ياني؟ بس أنا أمه. شو بك صار لك فترة مش على بعضك؟ ويا ريت ما تقولي لي ما في شيء لأني مش رح صدق. لا سعد في شيء بس ماني حاضر أحكي هلا. الحمد لله على السلامة أستاذ صلاح. الله يسلمك أنت. كيف أرسل؟ بجننوا وسارة ما في منا والله. وينه؟ نديم بالشركة وسارة فوق. الحمد لله على السلامة عمو. الله يسلمك عمو. شو هالأخبار الحلوة اللي عم اسمعها عنك؟ أخبار شو؟ لا ولا شيء بس اليوم بعد الظهر عايزك ضروري جربي ما ترتبطي. أساسا أنا ما عندي شيء تكرم عينك. استاذ صلاح بتحب حضر لك شيء؟ لا اكلت بالطياره، عندي كم تليفون بدي اعملهم وبعدين بدي ارتاح شوي. يعطيك العافيه. الله يعافيك. خليني ساعدك. ايه روقي، مني معروف، مش مطلوب منك شيء، انت حبلي ولازم ترتاحي. شو حبيبي مش نازل على الشركه اليوم؟ هذا الولد ما لازم يخلق. نديم مش مطول. وإذا أجي ولد رح يولد كل شيء. وأنا ما رح يطلع لي شيء ورح انزل برا مثل الكلب. صار لك من امبارح عم تحكي بنفس القصة. رح جن يا نيمة رح جن. بدل ما تجن وتعذب حالك. طول سارة. خلاص من سارة ومن ابنها. وبعد كم شهر نديم بتخلص مدته وساعتها أموال عمك كلها بتصير لك ومنتجوز ومنعيش حياة حرزانة. ميما الموضوع مش بهالسهولة. كيف بدي فكر منيح بالموضوع
وبتلاقي انه ميما معها حق بكل شي عم بتقوله. هذا البيبي ما رح يفوت على حياتنا صدفة، هذا هدية الحب الكبير اللي بيجمعنا. حسسنا قلبي انه معك بنت، بنت حلوة وحنونة وقمر مثلك يا قمر. مش مهم اذا صبي او بنت، المهم منك، من دمك. الحمد لله على السلامة. شو صار؟ للأسف خسرت الطفل. لا لا مش مزبوط، ابني بعده هون. الو بونجور. لا ما في شيء، انا منيحه، انت كيف؟ بوجودك بحياتي انا دائما منيح. مفتاح شو هيدا؟ كنتي رح تجيب لي حفيد، أقل شي يقدم له سيارة هدية. أحلى هدية بتلاقيها يا عمو هي سلامة نديم، وصدقني هالحكي من قلبي. يا رب يا رب يا سارة. سارة في مشوار لازم نروحه أنا وأنتي. تكرم عينك، بس لوين؟ من دون زعل، الدنيا فيها حياة وموت، وانت بتعرفي وضع نديم. بعد ما فهمت في ورق لازم نمضيها عند كاتب العدل، برقة ذمة صغيرة عن تنازلك لورثتك من نديم، ويا ريت نديم ما يعرف هالشي. مثل ما بتريد، بس عندي سؤال صغير. تفضلي. الورثة رح بتنازل عنا وهيدا حقكم، بس ابني من ضمن التنازلات اللي بدي اتنازل عنا؟ عمو بعد اذنك، بس ما رح بقدر اعمل هالشي. انت مش رح تتنازل عن ابنك، بس في حال بدك تتركي البيت او تتجوزي ما فيك تاخدي ابنك معك، لان بالنهاية الولد ابننا. خلص فهمت، تكرم عينك، أنا جاهزة وقت اللي بدك. هلأ منروح، هلأ جهزي حالك. رح أنطرك ما تتأخر. أوكي حبيبي، باي. مثل ما اتفقنا رح تعمل. أوكي مشوب، دور لك أي سي. لا لا، رح احط لك غنية كتير حلوة. يعني ما رح تتغدى عنا اليوم؟ لا ماما، اليوم مرتي عزمتني على الغداء. سمعتك انت عم تحكي معها على التليفون، بس ما عرفت شو هي المناسبة. ما في مناسبة، وبيناتنا انا استغربت عزيمتها. وانا كمان مامي ما رح اتغدى هون اليوم، منال عزمتنا على الغداء. تفضل، وهي اختك ما رح تتغدى بالبيت، وانا لمين عم بطبخ وبحضر اكل ها؟ ايه عملوني ما ضحكتكم. ايه
هيلدا هيلدا هيلدا، والله زعلانة مني. قديه صار لك ما نزلت شربتي قهوة عندي؟ خليها على الله يا صباح. خير الصبي باشي؟ جوزي ما بعرف شو صاير له، اخد الصبي لعند امه، زاربني بالبيت ومقفل الباب علي. يي على هالخبرية، معقول؟ الله وكيلك جانن. هيك من دون سبب؟ قصة طويلة، شو بدي خبرك؟ خبريني، في الشي لقلبك لشو نحن جيران؟ قصتي ما بتنحكى يا صباح على البلاكين. طيب شو ناوية تعملي؟ مش قادرة أعمل شي، الله ياخدني تأرتاح. طيب هربي من البيت. حكي هين، بس التنفيذ صعب. ليكي، ببعتلك حدا يكسر الباب؟ دخيلك صباح، دخيلك. دخيلك شو؟ بدك أو لا؟ أكيد بدي، بدي ارتاح من الضرب اللي عم يضربني إياه. كمان عم يمد إيده عليكي؟ إيه والله رجال كلهم بدهم حرق. ليكي، قليلي، أي ساعة جوزك بيرجع على البيت؟ لا صباح لا، أنا خايفة. من شو خايفة يا هبلة؟ هربي من البيت، ارفعي عليه دعوة وجرجريه على المحاكم، وابنك بتاخديه منه غصب عنه. ليكي، قليلي، أي ساعة بيرجع جوزك على البيت؟ قبل السبعة ثمانية ما بيجي. شو عم جربي تعملي ديانا؟ حبيبي، برا في المرجيحي اللي بتحب تلعب عليهم، طلع العب برا تنكون طلبنا الأكل. عم تقنعيني فيه؟ شو ديانا؟ سكتت مبين. غسان، أنا ما كان بدي. ديانا بفتكر نحن حكينا بالموضوع وين هناه. ليه عم تعمل هالحركات؟ طب فينا نطلب الأكل هلا؟ نطلب. كيف شفتيني سويت هالسيارة؟ منيحة. بس اسم الله عليك سويتك رايقة. ميرسي. مثل ما اتفقنا اللي عملناه عند كتب العدل فوق ما بدي ابني يعرف فيه. أنا وعدتك وخلص. شو رأيك هيك نحن برا نتغدى سوا؟ لا صراحة مني جوعانة، والحكيم نصحني إنه أتمدد على ظهري قد ما فيي. أنا نزلة على الجيم، بقية بالبيت؟ إيه. مريضة؟ بدك جيب لك شي؟ كل جسمي مخضوض ونفسي عم تلعي. لأنك حبلة. ضروري تذكريني. بعملك كبيت سهرات قبل ما أروح؟ لا ما بدي شي. إذا مضايقة ما بروح. لا أروحي. بس بليز جيبيني مخدة وغطا. طيب إذا فتت سطحت بتاخدك مش أريح لك؟ ما هي زيتة. دور لك تلفزيون؟ لا دخيلك راسي مطوش مش قادرة اسمع شي. طيب رح فوت غير تيابي واسألك حبة بطاطا؟ ما تعملي شي. حبة بطاطا وكباية لبن بقووكي، لازم تاكلي وتتغذي. خلص بعدين. مش على ذوقك بدك تاكلي. موجوع يا بابا؟ موجوع؟ أنا تخدرت من الوجع يا بي. بطلت تحس فيه. أو بالأحرى
صرت أحس فيه بس يروح. ماني معود بقى أقعد من دونه، بس يفل استفد له. بس أنا رح صير منيح بوعدك. أنا ولا مرة خلت بوعدي لإلك. الله يسمع منك يا عمري. تبكي يا بي، واه أنا مبسوط صدقني، أنا مبسوط، حاسس حالي حاسس حالي عم امشي صوب الضوء، عم اترك هيدا النفق الضيق والمعتم. بلشت تشوف الضوء. بابا انا صرت 100 مرة قايل بس بدي اياك انت تقلي لك اني بحبه مثل ولا مرة حبيت. هي حب حياتي كله، كارلين تعي بدي أغمرك، تغمريني، تعي أنا بحبك يا كارمين. لما سنين القهر بطول